طيب أول حاجة هنفتح البرنامج، فتح معاي وهم بمشي بفتح اللي هو جلوبين فاصلة، فتح معاي بعد بفتح تري، في تري قال لي أعمل اللي هو بالماكسيمم لايكليهود اللي هو بالفاي ام ال رن. طيب بيفتح معاي كده بيقول لي أوكي، بيظهر معاي التري. التري هنا دي ابسلون مكاكا، ابسلون هومو سابين، ابسلون غوريلا. البعيد كان ابسلون تيربوس فيميروس. جميل، هنا عندنا هيموجلوبين بيتا لكن شنو غوريلا، خلاص بيتا هومو سابين، بيتا مكاكا، بيتا توبيوس فيميروس. طيب الحاجة دي هل هي يعني زي ما في الكتب بتاعت الايفوليوشن كده ولا لا؟ انا اعتقد انها هي كده، لانه يعني دايما الغوريلا والهومو سيبيان بيكونوا قريبات لبعضنا زي ما شايفه غوريلا هومو سيبيان. لكن احنا عاوزين المسافه من هنا، يعني هسه عملنا كده هتلاقي انه الديستانس طبعا هي روتد. طيب انا عاوز المسافه من هنا لحد هنا، ده معناه انا لازم اعمل ريروت، اعمل الروت تكون هنا مثلا عشان اقدر اعرف المسافه دي كلها كده. او ممكن بطريقه اخرى اجمع جمع عادي، اجمع دي هنا 106 زائد 93 اللي هتديني 199 من 1000، او اعمل ريروت في اي واحده من ديل، يا يعني اما اعمل ريروت هنا ريروت هنا واعمل ديستنس، ايوه لا اعمل ريروت ريروت هنا في اقرب واحده، او هنا او هنا. يعني انا اعمل كده قوم اقول له فل هيديني 1.99، اقصد 199 من 1000، اللي هي دي المسافه بين البرانش بتاع بيتا اول واحد في بيتا واللي هو المسافه بين اللي هو البيتا والابسلون، دي مجموع لها 0.055.